الأولى الملحقة الإدارية الأولى سيد البشير غزواني الرتبة الأولى عادت لشيماء حكوني سلم الجائزة السيد باشا الإسماعيلي الرتبة الثانية صباح مشارك سلم الجائزة سيد قائد الملحقة الإدارية والرتبة الثالثة عادت لمساوي تسنيم سلم الجائزة سيد طارق عواد مدير إقليمي لوزارة الثقافة والشباب ورياضة قطاع الشباب والرياضة غادي نمشيو لأيوب محمد صورة تذكارية مع الفائزات على مستوى الصغيرات وكما قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب مارس 2003 إن أعظم استثمار نخوضه اليوم هو الاستثمار في الطاقة